بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مؤسسة عباد الرحمن لتجارة مستلزمات المزارع، سنقدم لحضراتكم اليوم نموذج لبعض منتجاتنا وهو الأرضيات البلاستيك. سنعرض على حضراتكم نماذج فعلية لتطبيق فكرة الأرضيات البلاستيك داخل مزارع الدواجن. الأرضيات البلاستيك من طبيعتها هو فكرة دارت على أن يتم الاستغناء عن التبن وتقليل قيمة النافق والحد من استهلاك الأدوية واستلام منتج نهائي عالي الجودة. في فترة التحضين نقوم باستخدام شبك من البلاستيك، وهذا الشبك يوضع أعلى الأرضيات البلاستيك لعدم انزلاق أرجل الكتكوت إلى أسفل الأرضية. هذه الشبكة يتم استخدامها فترة التحضين والمتمثلة في تقريبا 10 أيام. بعد ذلك يتم نزع هذه الشبكة ووضع الكتكوت على الأرضيات البلاستيك ليسير عليها بكل سهولة ويسر بدون أي مشاكل. في أثناء مرحلة التربية نقوم باستخدام الجير المطفي الذي بدوره يقوم ببعض المهام مثل عزل الرطوبة وغيرها. أما في نهاية الدورة نقوم بنزع جميع الأرضيات البلاستيك وتجميعها، ويتم تنظيفها بكل سهولة ويسر مع استخدام المطهرات الخاصة بالتنظيف وتركيبها مرة أخرى. الأرضيات البلاستيك مقدمه لكم عباد الرحمن لتوريد وتجارة مستلزمات المزارع. شكرا لحضراتكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.